حاليا أصبح منتشر بشكل عالي جدا في الفترة الأخيرة فكرة الجري وراء المناصب. تلاقي بعض الناس ممكن تكون ما عندهاش كفاءات، ما عندهاش خبرات، لكن أهم حاجة إنه يبقى اسمه مدير المكان الفلاني أو ماسك مش عارفة المجلس التنفيذي مش عارفة إيه العلاني وهكذا. طيب يا ابني الحلال، أنت هتقدر تفيد الناس؟ لأ، بس أهم حاجة السي في بتاعي عشان بعد كده في المستقبل يبقى مكتوب عندي حاجات كتير. طب أنت عندك مثلا قدرة إن أنت مثلا تشوف مصالح الناس؟ لا، ما بيردش على التليفونات وفص ملح ودات. طب ليه يا ابن الحلال كده؟ طب ما نسيب الحاجات دي لناس عندها كفاءة أكتر. والحقيقة إن كل ده بيحصل لأن الناس مش عارفة إن الموضوع ده ممكن يكون مرض وممكن يكون آفة، وساعات كتير ممكن تكون محتاجة العلاج. طيب خلينا نشوف معاكم فقرتنا الحالية، السعي وراء المناصب، هل هو يا ترى بيبقى لمجرد الاستفادة ولا تملق ولا إيه بالظبط؟ هنشوف كل الأبعاد النفسية مع ضيفنا مشرفنا في الأستوديو الأستاذ محمد أبو المجد الأخصائي النفسي. برحب بحضرتك معانا. أهلا بيك أستاذ تسنيم، أخبارك؟ أهلا بيك. معلش بضحك فإنه أو أنتِ بتحكي ما خطرنيش إلا رئيس مراجيح مولد النبي فتذكرت الحقيقة الموضوع دوت من الموضوعات اللي مش عارفة ليه، يعني بقينا لو حضرتك متابع كده السوشيال ميديا كل فترة بينزل خبر لفساد كان موجود أو اختلاس أموال عامة كانت موجودة وبتاع، وتحس إن يعني في الشرع الحاجات دي بيبقى ليها مفروض مغرم مش مغنم، والمفروض ان العاقل يفهم ان الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه عليها يوم القيامه وهيقف بين ايديه فيبعد عنها. اللي بيحصل دلوقتي ان كله بيجري وعايز يبقى مش عارفه رئيس كذا كذا كذا، مدير كذا كذا كذا، مسؤول كذا كذا. عايز افهم من حضرتك بقى من البعد النفسي، هل الجري وراء المناصب والجاه والسلطه يعتبر آفه؟ يعتبر مرض؟ طيب خلينا نقول المنصب في حد ذاته ليس آفة وما فيهوش مشكلة، السعي وراء السلطة هو اللي فيه مشكلة. مش والسعي والهدف من السعي وراء المنصب ايه؟ ده اللي ممكن نتكلم فيه. كلمة منصب مش كلمة سيئة، منصب يعني حضرتك في منصب مذيعة، انا في منصب، اي حد في منصب تمام. انما السعي وراء السلطة هو اللي آفة. طبعا آفة، وآفة قوية، لان بيكون الشخص المنصب وسيله لتحقيق هدف، فبيكون الاشخاص دي هدفها بس السلطه. هو هدفه انه يوصل للسلطه دي. ايوه، فمتمحوره حياته حوالين الامر ده. تمام، وشايف ان السلطه دي هي اللي بتدي له قيمه كانسان. ده كده بقى اهتزاز في الثقه في النفس اصلا، يعني في مرض نفسي بنحله بمرض اخر. مش لازم نقول عليهم امراض نفسيه. بس يعني على فكره على فكره النقطه دي هي اللي كونت الشيطان. صح، يعني خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هو فاهم ان هدفه في الحياه منصبه. ما سالش هو انا اتخلقت ليه، ودي كتير. فالهدف اللي بيبقى بتاعه المنصب او السلطه والقيمة اللي بيحققها لنفسه بتبقى قيمته في المنصب اللي هو فيه، وما بيفكرش ان قيمته في الخدمة اللي بيقدمها. فلذلك معظم الناس دي بتبقى الخدمات اللي بتقدمها مش قوية، وبيبقى مصدر معاناة لمن حوله وبيعادوا. وبرضه بقول لك احنا ما بنشوفش وشوشهم غير ايام الانتخابات، تلاقيهم جايين يتوددوا ليك، افتحوا الرسائل اللي ما اتفتحتش من سنين، ويبداوا بقى يتواصلوا معاك من تاني بالظبط كده، وقعود انتخابيه وبرامج وبتاع، انما بعد كده لا بتلاقيهم ولا بتعرف تتحصل عليهم. والله ومش انتخابات سياسيه فقط، ممكن تبقى انتخابات نادي. صح، يعني اللي عنده الافه دي ممكن تبقى انتخابات في مدرسه. ممكن أطفال يبقى عندهم المشكلة دي من الصغر، ممكن. فهي حاجة بتتكون في الشخص، ولازم بأصل التربية أنه يبدأ يعالجها ويكتشفها من بدري، ويبدأ يتغرس فيه قيم أخلاقية عشان ما يكونش الشخص ده. طيب حضرتك قلت حاجة مهمة جدا، قلت الموضوع مش بس مجرد منصب سياسي، ده ممكن تكون نادي، بتقول ممكن حتى مدرسة بتاع على مستوى صغير جدا. والحقيقة بنشوف كتير قوي وبنتابع بشكل عالي قوي انه فلان كان حد عادي وسطينا، بنقعد نضحك نهزر نعمل، اول ما بقى المسؤول او اول ما بقى المدير او اول ما بقى تقلد منصب حتى ولو صغير شوية، خلاص نفش ريشه ويا أرض تهدي معاليك أدي، ومحدش يقدر يكلمه ولا عارف حد يوصل له. إيه اللي بيحصل في الناس اللي بتتغير بعد ما توصل للمنصب؟ في حاجة اسمها نشوة السلطة. يعني
هو اصلا النفس البشريه عندها دايما دافع للانجاز. تمام. دافع للانجاز ده ممكن يحققه طالب في المدرسه تفوق دراسيا، او بيع في محل باع البضاعه اللي عنده، او حرامي عمل سرقته بنجاح. ففي شعور من جواك داخلي بالانجاز لشيء انت حققته حتى لو حرامي. طبعا حرامي بينبسط انه استمتع بالسرقه بتاعته، وده الدافع اللي بيخليه يخطط لسرقه ثانيه. فالنفس البشريه بتسعى للانجاز. ايه السلوك اللي انت بتعمله بقى؟ ده اللي بيخش فيه الحلال والحرام والعيب والغلط والصح. ففي دافع للانجاز. ففي حاجه اسمها نشوه السلطه. هو استشعر انجاز كتير قوي. لو الشخص نفسه ضعيفه بتأدي للي حضرتك قلتيه، بيستشعر ان هو اعظم ممن حوله واقدر ممن حوله، فبتخش له قناعات من بتاعه ايه؟ انا وصلت هنا عشان انا احسن منكم، وانا وصلت هنا عشان انا بذلت مجهود محدش فيكم بذله، وانا وصلت هنا عشان انا استحق ده، وانا وصلت هنا عشان انتوا مش هتلاقوا غيري اصلا يمسك المنصب ده. احمدوا ربنا ان انتوا وممكن اقعد اعدد لك بقى 20 فكره من هذا الخط على حسب كل شخص وازاي بيفكر وازاي كانت التنشئه بتاعته. فلذلك النفس البشريه بتتغير. طيب احنا بس مركزين على الكلام السلبي فقط. ولكن على الجانب الايجابي في ناس المنصب بيزيدها تواضع. صح. سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة كان مختلف خالص عن الصحابي وكثيرا من الناس، وسيدنا عمر بن عبد العزيز، وفي ناس كتير. بكر لما تولى الخلافة قال وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن أحسنت فأكرموني وإن عصيت فقوموني. قوموني بالضبط. ففي ناس المنصب بيزيدها تواضع. ده الشخص بقى اللي بيبقى الهدف بتاعه مش المنصب، وبيبقى زي ما حضرتك قلتي في أول الحلقة فاهم إنها مغرم مش مكسب. إنها يا نهار أبيض، أنا شلت مسؤولية ناس ومهام على عاتقي لازم أحققها بأكمل وجه ممكن. فالشيء ده بيزيده تواضع. فالإنسان بيتغير. بيتغير طبعا، بيتغير للأحسن أو بيتغير للأسوأ. أو للأسوأ، وللأسف الغالبية بيتغيروا للأسوأ. للأسف الغالبية. فلأن إحنا ما عندناش الثقافة. يعني أنا ممكن مش عايز أعمم، يعني من خبرتي الشخصية ومن الناس اللي كتير اللي شفتها في مناصب مدراء، الغالبية ما بيكونوش قد المنصب بصراحة، لحد ما يجي موعد الانتخابات الجاية. وعشان ما بالظبط، وعشان ما نظلمش كتير، أحيانا بيكون عن قصد من جواه إن هو مغرور فعلا، أو عنده كبرياء وعزة نفس، واحيانا بيكون قلة خبرة. ايوه مش فاهم. خدته موجة المنصب مع قلة خبرته، فبدا تتملكه الحالة. وهو مش فاهم الصح والغلط. طيب انا عايز اسال حضرتك الحقيقة سؤال بعض الناس بتساله بشكل عالي جدا، وهو ليه الناس الكفاءات ما بتروحش ناحية المناصب؟ دايما بيروح للمناصب الناس اللي ما عندهمش كفاءة وما عندهمش قدرة على خدمة الناس أو أداء الوظيفة بأحسن صورة ممكنة. ده شخص ذكي. ما هو أنت قبل ما تتحط في منصب ما وتسعى له، أنت بتسأل نفسك الأول، هو أنا قادر على تولي مهام المنصب ده ولا لأ؟ إن شاء الله يكون رئيس قسم في الجامعة. ما هو رئيس القسم في الجامعة بيختاروه من عدة دكاترة الجامعة. فهو شايف إن الهدف بتاعه إن تعليم الطلاب والتركيز معاهم يجيبوا درجات عالية وتفوقوا ويحضروا ماجستير ودكتوراه أسمى بالنسبة لي من إن أنا أشيل مسؤولية دكاترة الجامعة اللي حواليا، وأشيل مسؤولية مهام يومية بتترمى على عاتقي أنا مش مستمتع بيها. فده شخص ذكي قرر إن المنصب غير ممتع، أنا مش عايزه، هو مش ممتعني. شخص هدفه مش المنصب زي ما حكينا، هدفه القيمة اللي بيقدمها. شخص اكتشف انه ما عندوش مهارات التواصل الجيدة اللي يتواصل بيها مع مرؤوسينه أو الموظفين اللي تحت ايديه. انا مش عارف اتعامل مع موظف بيغيب وموظف بيحضر، والمهام ده وده بيعمل وده بيسوي، وده تأخر في تحقيق مهامه، مش حتته. مش بتاعته. وعارف ان هو لا يمتلك مهارات القياده، لان ذو المنصب لازم يكون عنده مهارات قياده كتير عاليه
عشان خاطر يبقى شخص مريح. ليه معظم الناس بتشتكي من المدراء ونشوف حفلات على السوشيال ميديا والفيسبوك المدير والمدير وميمز وتعليقات وقلاشات؟ لأنه هو ما عندوش مهارات القيادة. فاللي ما عندوش مهارات القيادة ما بعرف، اللي ما بيعرفش يعوم ما يرميش نفسه في المحيط. بالظبط بالظبط. طيب أوقات بيحصل إن المدير دوت بيبقى شايف نفسه نصف إله، شايف نفسه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما فيش حد زيي وما جابتنيش ولادة، والموظفين اللي حواليه بيبقوا مش عارفين يتعاملوا معاه ازاي. فانت بتشوف بعض الموظفين مثلا يتعاملوا معاه انه يا عم طبل له يا عم وريح نفسك ويمين وخليهم يعدوا بالسلام، وتشوف موظف تاني لا ازاي ده غلط وده صح وبيمشي معاه بالوحده وبالسنتي وبتاع. ايه الصح ان انا يعني ازاي اقدر اتعامل مع مدير بالشكل ده؟ نحاول ما نخليش الامر شخصي. انت بتتعامل مع شخص ولا بتتعامل مع وظيفه؟ عفوا، في الاول وفي الاخير انت بتتعامل مع وظيفه. فما تخليش الامر شخصي. عيوبه النفسيه ومشاعره الداخليه وتصرفاته بتاعته هو. انت بتتعامل مع موظف بيدي لك اوامر بتنفذها، فيفضل لا تكون متملق ولا تنزعج منه اصلا. انت بتتعامل مع مهام. انت كشخص عندك 8 ساعات عمل. ايوه. ال 8 ساعات دول عندك مهام بتنفذها. ركز في حالة وجود مدير متسلط، انك انت تكون موضح معاه بشكل كتير قوي المهام وحتى يوم بيوم. ده الموظف الناجح. ازاي تتعامل معاه؟ انت عايز ايه؟ اعمل لي 1 2 3 حاضر. طيب لو نفترض انت صاحب التخصص وهو مش فاهم، ايوه يا عم اللي انت بتقوله ده ما ينفعش، او بيجي نظر عليك مثلا او عايز يعني يطلعك كده اي كلام وانت اللي ما شاء الله نجرب يا فندم. وممكن يطلع معانا نتيجتين زي ما حضرتك بتقول وزي ما انا بقول. لو طلعت زي ما حضرتك بتقول تمام، لو طلعت زي ما انا بقول نعمل ايه؟ فخليه يجيب المعلومه، ما انت مضطر للوظيفه تمام. صح. فانت وظيفتك، وممكن تكون بتخطط انك انت تسيب المكان اصلا. وعلى فكرة التعامل مع الموظفين والمدراء ذوي هذه الصفات دي مهارة فردية ليك. ده شيء كتير مميز لو انت قدرت تتعامل معه، لان ما فيش حد ملوش مدخل للتعامل يعني. هو في الاول وفي الاخر انت هتدور وتبحث هو هدفه ايه. هو هدفه انه يحسس نفسه انه هو بيفهم في كل حاجة. طب انا افهمك انك بتفهم في كل حاجة. في الاخر بمشي شغلي. أيوه. انت عايز تحس انك تقول وتسمع وتطاع، حاضر. طب انا عايزه برضو اتكلم معاك من زاويه تانية. اتفضلي. الناس اللي هي بتبقى عندها قدرات وعندها امكانيات، عندها وقت، عندها سعه صدر، عندها كفاءه ان هي تتولى منصب، بس بتبقى خايفه، بتبقى محجمه، بتبقى مش راضيه، بتبقى عماله تشوف بيتكلموا بيقولوا ايه على الناس اللي بتتولى المناصب حواليها، بتقول لك لا مش هحط نفسي في الصوره دي او في الوضع ده. ازاي تقيم نفسها تقييم حقيقي ان كانت هتصلح ولا لا؟ وهل في مؤشرات معينه تقول ان الشخص ده ممكن بعد ما يتولى منصب هيتغير، نفسه هتكبر، هيشوف نفسه على اللي حواليه؟ هو اللي خايف من هو يتولى منصب ما بيروح يسال نفسه هو خايف من ايه. هو خايف ايه اللي يحصل؟ يعني ما ينفعش ان احنا نتعامل في حياتنا بشكل عام مع المشاعر فقط. حكينا كتير في حلقات قبل كده ان كل شعور وراءه فكره. أيوه. فانا خايف من ايه؟ انا خايف افشل. طب هتفشل ليه؟ فيسأل نفسه. أنا خايف لا تقبلني الآخرين. طيب هتعلم المهارة دي إزاي؟ أنا خايف لا أستطيع التعامل معهم. طيب هتعلم المهارة دي إزاي؟ طيب أنا عندي الرغبة إن أكون في المنصب ده وعندي الإمكانيات، بس خايف أني ما أقدرش أكون في النقاط اللي أنا قلتها. خلاص ما تخشش. تمام؟ طيب هل أنا لو دخلت هكون نفسيتي هتتغير؟ ما ينفعش اسال نفسك انت لو محطوط في الموقف ده زي بالظبط. هو انا لو رحت الجامعه طالب، انا لو رحت الجامعه وتعرفت على اصحاب في جو الجامعه هبعد عن اسرتي؟ ده سؤال. جرب وخد التجربه وبعد كده شوف النتائج. طيب حلو جدا. وقيم نفسك من الاول خالص وتخيل الامر من ممن حولك ومن اصدقائك. يا جماعه اسال الناس
بتقول لك المقربين لإلك بيبقوا فاهمينك أكتر صح ما أنت فاهم نفسك أحيانا. فاسألهم يا جماعة، وأنا لو رحت قدمت في المكان الفلاني أو قعدت في المكان الفلاني، الكلام ده مش شرط منصب فقط، في أي وظيفة. أيوه. يعني عشان تبقى كفء ليها، لأنه فعلا لازم الواحد يبقى طالب عايز يشتغل مذيع أو أو عايز يشتغل يطلع يدي دورة تدريبية. أيوه. طب اسأل الناس اللي حواليك، أنا أقدر. بالظبط. أنا عندي الناس اللي حواليك ساعات كتير بيبقوا مراية صادقة ليك. بالظبط، وتجرب حاجة زي دي. بالظبط. بشكرك شكرا جزيلا على النصائح السريعة القيمة دي أستاذ محمد أبو المجد الأخصائي النفسي. شكرا جزيلا ليك، شرفتنا وأنستنا، وربنا سبحانه وتعالى يا رب ينير بصيرتنا جميعا يا رب، وإذا كنا في أي مكان مسؤول نكون قد المسؤولية اللي هنسأل عليها أمام الله سبحانه وتعالى.